سالي لي في جيسبر كراكم لاح، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي. اليوم حبيت نشارك معكم نهار من نهارات تاع رمضان اللي نفوتوهم، وحبيت نشارك معكم لغاسه تاعي تاع شوربه اللي نديرها انا بيرسونالمون تعجبني بزاف، وثاني تشاركت معكم كامل لا جورني تاعي واش درت. فوالا دونك تبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا واش درت. فوالا دونك هنايا جبت ندير شوربه تاعي. لا غوسيت سي كو درت بصله مرحيه، طوماطيش، حبه فلفل اللي حبه يكون حاره، الفوميو تكون حاره خير، وديروا نعناع وشويه كزبر، هادو كامل ترحوهم كيف كيف مع بعضهم. و اوتر طون تكونوا درتوا الزيت تاعكم راه يتسخن، ديروا فيها اللحم تاعكم ولا الدجاج ولا نيمبورت كوا، ديروهم لو طون اللي تكونوا ميكسيتو هادو كامل، وتزيدوهم كامل في القدره ديالكم. فوالا دونك هنا يعني ميكسيتهم كامل. لا غوسيت هذه بزاف سهله البنات وتجي بزاف بنينه وما تكلفش، ما فيها ني خضره ني حمص ني حتى حاجه. فوالا دونك كيما راكم تشوفوا خلطتهم كامل. وهنايا هنايا سمحوا لي البنات باسكو ما شفتش الفيديو بلي كان يمشي، دونك فوالا هنايا كنت درت في القدره تاعي كيما قلت لكم قبيله الزيت سخون والدجاج وثنيت اللحم. فوالا كل واحد على حسب مقدوره، تحبي ديري تحبي ما ديريش، المهم تمد البنه البنات. فوالا بخي نزيدو هذاك الطوماطيش والبصل والحشيش هذا كامل نزيدوهم لي هم. فوالا انا هذا واش درت، هذا قطعته شويه شويه باش البنات خفت ما يطيبليش ولا، دونك جي بريفيري نقطعو دي بتي مورسو باش نضمن باللي طيب لي. فوالا البنات هنايا دوكا كي خلطهم كامل نجيبو نديرو لي زيبيس تاعنا، هادو لي زيبيس الفواح تاع شربه يجو كامل ميلونج، جبتهم معايا من الجزائر كي جيت. فوالا ونزيد معاهم عود قرفه ونزيد طوماطيش تاع البواطه مغرف تكون معمره، وحبه جومبو وشويه فلفل كحل شويه ملح شويه كركم شويه ثوم مرحيه، هادو كامل زدتهم يمدوا البنه. وثانيت هنا وريت لكم المرمز اللي جبتو ثانيت من الجزائر مع الفريك تاعنا. فوالا دونك هنايا كيما راكم تشوفوا تخلوه يتقلى بيان بيان، ياخذ راحته في التقليه باش يجيكم بنين باسكو صح كامل في التقليه تاعو. فوالا هنايا جبت ندير لي زيبيس اللي كنت قلت لكم عليهم. والبنات قبل ما تبداو تواسو في الشربه تاعكم دوزنوها، ديروا الماء يغلي باسكو الشربه تسحق الماء يكون يغلي بالبزاف كي تجي تمرقي. فوالا هنا زدت شويه ملح وهنا كنت درت حبه جومبو هذيك. وعود قرفه. فوالا انا نخلط كلش ونزيد هذيك المغرف تكون بيان بومبي تاع الطوماطيش، نخلطهم كامل نزيد نخليها تتقلى كيما قلت لكم البنات تتقلى بيان بيان، ومن بعد نجيب نمرق بالماء سخون تاعي. ومن بعد في القدره هذه اللي راكم تشوفوا فيها انا زدت شويه بابريكا البنات باش تمد شويه البنه تاع الحرور، شربه مليحه تجيب شويه حاره. كيما قلت لكم البنات كي تمرقوا بون انايا الفريك ندير كاس تاع لاتاي يكون صغير ونزيد شويه تاع مرمز يمد البنه ويخثرها. فوالا دونك هنايا كيما راكم تشوفوا هم يتقلاو كامل. وهنايا جبت وريت لكم لا كونتيتي اللي درتها تاع المرمز وتاع الفريك تاعي، ما ديروش بزاف البنات وتكونوا ولازم تغسلوه. ابخي كي تشوفوا هذاك اللحم دخلوا شويه طياب لوحوا هذاك المرمز والفريك تاعكم وخلوها على نار قليله حتى نطيب لكم كامل.
فوالا البنات، هنايا كنت جبت مقله درت فيها الزيت كما راكم تشوفوا، ونجيب ثاني ندير هنايا كنت راح ندير لافيونداشي تاعي باسكو كنت راح ندير رولي تاع بطاطا في الفور بلافيونداشي والفرماج، وثاني ندير البريك تاعي ولا البوراك. دونك هنايا قليت لافيونداشي على خطرة وقسمته، درت النص البوراك تاعي والنص للرولي تاعي. فوالا كيما على كيما راكم تشوفوا درت الزيت تاعي، وهنا كنت درت البصل تحمس لي شويه، وهنا البصل البنات كيفاش درتو، انا درت كيما تشوفوا كم تشوفوا البلاره هذيك تاع السجاج، كنت درت كامل قطعتها كامل ورحيتهم في الروبو، ومن بعد درتهم ثم درت كونتيتي كبيره اللي تشد لي قيس 3 ايام 4 ايام، مش ماشي اشاك فوا كل ما نجي نطيب نديرها. فوالا هذه طريقه حبيت نشاركها معاكم، شغل تربحي الوقت كي تجي طيبي. فوالا كي تحمص لي شويه هذاك البصل تاعي زدت لا فيونداشي هذيك، ودوك نخليه يتقلى شويه، ابخي نزيد شويه ملح وفلفل كحل هذا ما كان. فوالا البنات هنايا نخليه يتقلى براحتو. ابخي جبت البطاطا تاعي قطعتها كيما راكم تشوفوا غير دوائر، قليتها هنا كنت غليت الزيت هذيك بيان ودرتها تتقلى. ابخي هنا طليت على الفيونداشي تاعي سي بون طابت لي، نحيتها دو كوتي. ابخي جبت البطاطا هذيك اللي كانت تقلات لي والفيونداشي، وهنا استعملت الفرماج موتزاريلا، وتسحقوا ثاني زوج بيضات وتسحقوا الفرماج يكون طري ولا رابي ولا هذوك ساندويتش لي جو كاري تاع لي همبرغر كيما تحبوا، وشويه فلفل كحل وشويه ملح. وهنا ثاني البنات تسحقوا البابي كويسون تاعكم، بابي كويسون جبدوا قسم من البلا تاعكم تاع الفور يكون كاري. فوالا ودوك نوريكم طريقه كيفاش ديروه. هنايا كنت وجدت زوج بيضات تاعي، هنا البنات ما كفاونيش زوج بيضات، من بعد زدت عاود درت البيضه الثالثه، وهكذاك لازم يجي شويه مشمخ للرولي تاعكم. جو بريفير ديروا ثلاثه يكونوا كبار ولا اربعه. فوالا دونك هنا درت لهم شويه فلفل كحل وشويه ملح باش ما يجونيش صامطين، حركتهم بيان بيان. ابخي نحكم هذاك البابي تاعي كويسون، نفرشو على الطابله تاعي، وندير البطاطا تاعي كامل على شكل مربع نواسيهم. فوالا كيما راكم تشوفوا هكا ستفتو كامل، تقدروا تزيدوا ديروه كبير ما اكثر. ابخي نجيب هذاك البيض اللي كنت خلطته، تفرغوه كامل من الفوق، وهنا البنات تكونوا شعلتوا الفور تاعكم باش يكون سخون، وهنا كي تفرغوه كامل تجيبوا ديروه لداخل باش ينشف لكم هذاك البيض مع البطاطا، ابخي ولي يشد روحو باش تقدروا تروليوه ومن بعد يجيكم ساهل. دونك هكا تحطوه كيما راه، تحطوه داخل الفور باش ينشف لكم هذاك البيض. فوالا هنا كنت درتو في البلا تاعي اللي دخلوا للفور، ابخي نوري لكم كي نخرجوا. فوالا البنات هنايا كنت خرجتو، فوالا هنا يكون كما راكم تشوفوا البيض هذاك شد روحو. ابخي نفرغ فوقو هذيك الفيونداشي والفرماج، هنا كنت موتزاريلا الفرماج اللي يكون عندك انت ديريه، وهنا درت الفرماج هذاك يكون طري. ابخي البنات هنايا كما راكم تشوفوا روليتو جاني فاسيلمون، جاني ساهل. فوالا ابخي من الفوق ديري واش تحبي، ديري الفرماج اللي تحبي، انا كان عندي شي غريير لحتو هكا من الفوق باش يمد البنه ويذوب كامل من الفوق. ابخي تزين ديري كيما تحبي تزين، انا درت شويه قارص ومع المعدوس من الفوق فوالا باش يمد شكل راقي. ابخي هنايا كي تكوني وجدتيه دقيقه الاخرى ديريه في الفرن باش بك يذوب هذاك الفرماج فوقه. فوالا البنات هنايا كنت درت الفلون ثاني، درت هذا تاع شوكولا في نص ريت الحليب، جوني قيس 4 كيسان. فوالا هنايا كنت درتو كامل واسيتو خلطتو وغليتو، وهنا كنت زدت له السكر البنات باسكو انا نحب يجي سكري، زدت له جوج مغارف السكر
فوالا هنايا درتو في القوالب هذو، ابخي ندخلو الفريجيدار باش يبرد. فوالا البنات كيما جاو. هنا تزين ديروه كيما تحبوا، تقدروا زعما ديروا لها من فوق شويه بيستاش ولا شويه كاوكاو ولا شويه شوكولا كيما تحبوا. هنايا البنات كنت وريت لكم الشربه تاعي كي طابت، شوفوا ديك البنه جات تشهي. ومن بعد تزيدوا لها شويه حشيش من الفوق. فوالا كي تسربوها في صحن التقديم ديروا لها شويه حشيش. وهنايا البنات كانت عندي شويه فريزه باش ما تخسرليش مع التفاح، قلت نديرهم سالاد دو فروي. دونك هنايا كنت معايا حبه ياغورت تاع البواطه ياغورت وشويه سكر وشويه ماء زهر. فوالا هنايا كنت قطعت التفاح تاعي في قطع صغيره مع الفريز تاعي قطع صغيره. ومن بعد نجيب ندير السكر حسب الرغبه، انا درت زوج مغارف. وندير ثاني هذيك البواطا تاع الياغورت، ديري بواطا ديري زوج تقدري ما ديريش كامل كيما تحبي. وهنايا ديري شويه تاع ماء زهر يمد لوغو مليح. فوالا بخي تخلطيهم كامل وتخليها تبرد ولا تاكليها. فوالا انا هذه لا سالاد دو فخوي تاعي. وهنايا البنات كنت درت الفلفل ثاني، الفلفل نورمال عادي قليتو. ابخي درت البوراك، انا كنت درت نص بوراك ونص بريك. فوالا بلا فيونداشي. وكنت غليت البطاطا في الماء، وكان عندي شويه بصل مقطع وشويه فخوماج غابي وشويه ثاني حشيش. فوالا هنايا كنت وريت لكم الطريقه تاع كيفاش ندير البوراك تاعي هكا، وندور شويه فرماج ثاني. فوالا انا كنت وجدتهم. فوالا البنات هذا ما كان وجدت في لا جورني تاع اليوم. وهنايا وريت لكم كامل كي وجدت الطابله. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات. واذا كان عجبكم ما تنساوش ان تديروا لي جيم وابونيو لاشين وبارطاجوها مع لي زامي تاعكم باش تكبر اللمه ديالنا. وان شاء الله يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وبصحتكم وبصحتكم الفطور تاعكم، وثاني نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. فوالا باي باي البنات، نحبكم.